السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا الجميع يعلم أنه يحدث الآن الرد الإيراني على إسرائيل من خلال إطلاق مئات المسيرات، لكن اللافت هنا هو وجود خبر يقول إعلام إسرائيلي إطلاق مسيرات من اليمن. طبعا الإعلام الإيراني تحدث عن هجوم مركب، والهجوم المركب يتم من عدة جهات، ولهذا لا أستبعد أن يكون هناك هجوم بالفعل من اليمن أيضا. الخبر يقول تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق عدد من الطائرات المسيرة من اليمن على إسرائيل، وكانت تقارير قد أفادت عن رصد طائرات مسيرة فوق منطقة البحر الأحمر باتجاه إسرائيل. يأتي هذا في وقت كان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوا عن إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة على أهداف داخل إسرائيل، في حين أعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ وأغلقت المجال الجوي، كما أغلقت المنشآت التعليمية ومنعت سفر المسؤولين. طبعا الساعات القادمة ستبين لنا هل هناك هجوم بالفعل من جبهة اليمن أم لا. وبهذا ينتهي الخبر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.